إذا بدنا نقول أفضل نهاية لأي مسلسل بتعطيها؟ كسر عظم. بس كسر عظم. والله هذا نهاية مسلسل كسر العظم يعني حلوة. يعني هي النهاية الحلوة هالكلمتين اللي كتبتهم رشا الشربتجي بآخر المسلسل، اللي قالت يا ريت منقدر يكون الواقع مثل ما كتبنا بدراما. يعني هاي الكلمة كانت عن جد بتطير العقل. أفضل نهاية مسلسل والله للموت الجزء الثاني، إنه هنن قد عملوا ببعض هدول ريم والتانية سحر، إيه بس ضلوا إنه مع بعض، يعني بفرجوك إنه صداقة الطفولة صح بغض النظر إنه شو صار بيناتهم، ضلوا مع بعض وماتوا مع بعض، يعني قطعوا لحالهم وعدوا وعاشوا عليه. كسر عظم. حبيتي. إيه. شو أكثر شيء حبيتي؟ هلا حلو إنه هو كان منطقي. يعني هو عكس الواقع اللي احنا عم نعيشه بشكل منطقي، النهايه كانت معقوله. هلا كسر عظم حلو كتير، بس كان بده حلقه ثانيه كتبوا انه الجزء الثاني. كسر عظم ليش؟ يعني قصه حسيت اكثر شيء واقعيه كانت ببلدنا، يعني قصه بتحكي عن الوضع النظامي اللي هون الموجود بسوريا. كنهايه كتير، يعني كنهايه حسنوها مثلا مثل هدول الرفقه الثلاثي، كان هذا افضل شيء، يعني انه زبطوا الامور وساعدوا بعضهم، حلو المساعده، شريكك رفيقك اخوك ميمك، انه ساعدوا بعضهم ووقفوا جنب بعضهم للاخير. بصراحه كسر العظم كان كتير كتير حلو ومميز، وعم يحكي عن واقعنا كله. والنهايه كانت كتير حلوه، لاول مره اصلا نحضر مسلسل ما بيجيب لنا الكآبة. كسر عظم. ليش؟ انه نهايه اي شيء بزعل شيء بفرح، مو كل شيء بدون بزعل. كسر عظم. نهايته كانت كتير حلوة، لأن نهايته كان فيها فرح. نهايته كانت كتير واقعية، مميزة، فيها فرح، فيها شيء من الواقع، فيها شيء من اللي بنتمناه يمكن. نهاية كسر عظم، لأنه هاي النهاية اللي بتمناها كل السوريين لكل شيء فاسد بهالبلد هذا، وكم حكم عنا بهالبلد؟ عنا كتير حكمات، وكم هيثم عنا بهالبلد كتير، فنحن كسوريين نتمنى إنه عن جد بيكون بالواقع مثل نهاية مسلسل كسر عظم، لأنه تعبنا. هلا المسلسل اللي حبيت نهايته هو مسلسل كسر عظم، كان مسلسل حلو، عم يحكي واقع نحن عم عايشينه أو عم نعيشه يعني بهذا الزمن اللي نحن فيه هلا، ومسلسل حلو أخذ صدى كتير حلو، النهاية حلوة حبيتها، كل شخصية أخذت مجالها أو أخذت حقها، بس في شغلة إنه أنا ما حبيتها فيه إنه الحكم إنه الولدين ماتوا، يعني كتير زعلت وتأثرت بالمسلسل، حبيت يكون ولد يبقى ولد منهم عايش يعني يسار. أسوأ نهاية لأي مسلسل؟ والله صراحة الكندوش ما عملوا له نهاية بنوب، يعني يعني حرقوا المسلسل بالنهاية تبعه، إنه ما عملوا نهاية أساسا. الكندوش نهايته ما كانت منيحة، ولكن هو بداية كان منيح بس بالأخير انتزع. الكندوش كان لازم حلقة تانية، يعني ما شوي بالحلم أنا شفته، يعني ما بده بس شيء واقع يفرجونا شو صار هون. حلو. وقف التنفيذ. ليش؟ ما حبيته، سيئة كتير النهاية، بشعة كتير، مو ظابطة، مو مركبة صح، يعني كأنه رجع من المسلسل من أول وجديد، كأنه عم ينعاد، ما كأنه انختم المسلسل أو خلص، يعني كأنه عم ينعاد من أول وجديد. كسر عظم كتبوا إنه في جزء تاني بس ما تركوا شيء لجزء تاني، يعني يا كله مات يا كله جوز وفرح ومشي حاله، إنه ختموا شو صفي للجزء التاني. ما حبيت النهاية. ما حبيتها، إنه حرقوا كل شيء بأول جزء، شو يعني شو بقي للجزء التاني؟ جوقة عزيزة نهايتها أبدا ما حبيتها، يعني ما حسيتها حلوة، إنه شو هالسخافة، إنه يعني أب ما حيرضى على بنته تكون رقاصة، يعني شلون تلعبوها آخر شيء؟ مسلسل كله جوقة عزيزة مانو ظابط، وأصلا شاب يرقص مانا كتير حلوة يعني بصراحة. هي النهاية هي عم بالأساس هي عم تزرع التفكك الأخلاقي بالمجتمع عنا، طلع أبوها بالنهاية هاي بتدلك على إنه هذا إنسان في مدنه كتير بالمجتمع، ما بعرفوا يربوا، بزتوا أولادهم بالشوارع، يعني مثل لما نمشي أنا وياك بالشارع هلا بنلاقي كتير أولاد عم يشغلوا أولادهم بشحادي غير هذا، مثل حمدي حميها، بس بالنهاية لقلك كلمتين كمسلسل كبيئة شامية جوقة عزيزة كتير كان فاشل. مسلسل كسر عظم أبدا ما كانت النهاية حلوة. ليش؟ لانه سبحان الله تحسك انه الناس اللي مناح دائما بيروحوا من الاول، الشيء اللي ما انه منيح دائما بيضل للاخر، بس هي يعني الشيء المنيح هو انه الحكم انكسر، عن جد تحسه انكسر. بروكر اسوء نهايه، يعني مطولينه على الفاضي جزئين على الفاضي، اخر شيء بربع ساعه انحلت كل الموضوع، حرام عشان شو عملت جزئين. أسوأ نهايه مسلسل هو جوقة عزيزة، ما عم اقول ان المسلسل مو حلو او شيء، بس كانت أسوأ نهايه فيه انه حمدي حميها طلع اخر شيء ابوها لعزيزه خوخه.